أهلا بكم. أشارت مصادر صحفية إلى أن العراق أصبح ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي من إيران، وبحسب إحصائيات حكومية فإن العراق يستورد ما يقرب من 14 مليون متر مكعب يوميا من إيران، لتأتي في المرتبة الثانية بعد تركيا التي تستورد نحو 30 مليون متر مكعب باليوم. هذا وكانت إيران قد بدأت بتصدير الغاز إلى بغداد في أواخر تموز 2017 عبر محطة نفط شهر في محافظة كرمانشاه غربي البلاد. قالت وزارة النفط أنها قررت تمديد فترة تقديم العطاءات الخاصة باستثمار 11 موقعا نفطيا على الحدود مع إيران والكويت. وقال عاصم جهاد المتحدث باسم الوزارة أن الوزارة أجلت فترة تقديم العطاءات بناء على رغبة الشركات في المزيد من الوقت لدراسة العروض الخاصة بهذه الجولة، وذلك بعد أن جرى تعديل بعض فقرات العقود. وأكد جهاد أن دائرة العقود والتراخيص البترولية حددت يوم 25 من الشهر الجاري موعدا نهائيا لتقديم العطاءات. أكدت اللجنة المالية النيابية أن الحكومة في بغداد ستقوم بإرسال رواتب موظفي كردستان العراق شهريا والبلغ قرابة 317 مليار دينار. وقال عضو اللجنة مسعود حيدر أنه تم الاتفاق على استمرار إطلاق رواتب موظفي كردستان العراق وعدم اقتصاره على مرة أو مرتين. وأضاف حيدر أن المبالغ الموجودة في موازنة 2018 محددة، وهي 291 مليار دينار لموظفي كردستان و36 مليار دينار لرواتب البيشمركة. أعلنت مديرية تقاعد نينوى عن البدء بتسليم معاملات أو تسلم معاملات المتقاعدين المدنيين في محافظة نينوى مع إغلاق استلام معاملات المتقاعدين العسكريين. وقال مدير التقاعد وليد قاسم إن المديرية بدأت باستلام معاملات المتقاعدين المدنيين حصرا بعدما أنهت فترة استلام معاملات العسكريين، لافتا إلى وجود معوقات تحد من عمل المديرية، من بينها وجود متوفين ومفقودين لا يزالون يستلمون رواتب تقاعدية. أعلن مصرف الرافدين عن إطلاق دفعة جديدة من سلفة 5 ملايين دينار لموظفي مديرية التربية. وقال المصرف إنه تم صرف دفعة جديدة من السلفة خمسة ملايين دينار لنحو 4000 موظف من مديرية التربية الكرخ الأولى والرصافة الأولى والثانية. وأوضح أيضا أن صرف الدفعات قد تم عن طريق البطاقات الإلكترونية الخاصة بالموظف، وذلك بعد إبلاغه بواسطة رسالة نصية عبر الهاتف. تراجعت مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية إلى 117 مليون دولار بانخفاض 23.25 مليون دولار. وأوضح البنك المركزي أن سعر الصرف بلغ 1190 دينار لكل دولار، المزاد المنعقد بمشاركة 36 مصرفا وثلاث شركات تحويل مالي. كذلك نوه البنك أن تلك المبيعات هي نتائج المزاد المقرر غدا الاثنين، موضح أن إجمالي البيع الكلي لهذا اليوم بلغ نحو 186.54 مليون دولار. والآن مشاهدين الكرام نتابع أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.